من الذي بيستفيد من هذه العملية؟ وهل إن إيران هي معنية بهذه العملية أم لا؟ هل إن الحشد الشعبي معني بهذه العملية أم لا؟ هل إن الاعتراضات الموجودة في داخل العراق معنية بهذه العملية أم لا؟ وبالتالي أنا أعتقد بأن من يقف وراء هذه العملية هو يستهدف جهتين، يستهدف إيران أولاً ويستهدف الحشد الشعبي ثانيا، لأن هناك ضغوط تمارس من قبل أطراف أجنبية وخارجية للضغط على إيران وعلى أصدقاء إيران، سواء كان أصدقاء إيران في العراق، أصدقاء في لبنان، في أي مكان آخر. وبالتالي عندما يقول علي شمخاني، عندما يتهم جهات أجنبية، هو كارنيجي وراند لا يمتلكون جناح عسكري كما قال الصديق مصطفى. يعني هذا تبسيط في الأمر، وأنا لا أتوقع منه أن يتحدث بهذه اللغة. بالتأكيد هناك غرف سرية وغرف يعني مراكز أبحاث، وهي تعمل بشكل جيد من أجل إيجاد توتر في هذه المنطقة وإيجاد أزمة في تلك المنطقة. واضح. دونيس روتس كتب في معهد واشنطن مقالة في غاية الأهمية، لماذا يجب علينا أن نستثني مثل هذه المراكز؟ هو دعا للحرب مع إيران، للتأزيم مع إيران، وشن حرب من أجل خلينا نروح لمصطفى. خلينا نروح لمصطفى وأضيف لما تفضلت به. تفضل. إذا سمعت لي أحمد. تفضل. بالنتيجة هذه يعني هؤلاء الشخصيات يطرحون أفكار، وبالتالي من ينفذ هذه الأفكار؟ ربما جهات أخرى، لكن عندما يفكرون بهذا الفكر ويجب أن نعمل حرب مع هذه الجهة ونوتر الأمور في تلك الجهة ونحدث أزمة في تلك الجهة، هذه مراكز الأبحاث هي تعمل بهذا الاتجاه. الآن من ينفذ هذه الأفكار؟ تنفذها جهات متعددة.